اليوم رانا قدام المعلم الاثري تاع عيل فوارق اللي استرجعناه بعد مده من الحادث تاعو اللي صرات له، والحمد لله اليوم راه رجع. راكم تشوفوا فيه كيما راه هنا قدامكم، راهم رجعوا المواطنين من خارج الولايه ومن داخل الولايه. هذه سي لا فيدو سي لو سامبول، هذه سلسام فهمت صافي بارتي دو لا فامي. هذا حنا خلقنا معاه والدينا خلقوا معاها، صافي بارتي دو لا فامي. با دو ريزون با يجيو يكسروها ولا يديروا لها ولا لا، يعني يكسر يروح يكسر في دارو. حنا رانا جايين من بالعباس وجينا مع الافتتاح، ان شاء الله ربي يفتح علينا كاع جميع. والغلطه اللي صرات ان شاء الله ما تعاودش، حاجه هذه باينه، حاجه اثار تبقى اثار. والانسان كيبغي يدير حاجه باه يبدل على حاجه ماشي بهذاك العنف ولا كل حاجه وكاينه في بلاصتها. عين فوارق خويا هي لو شارم تاع سطيف، هي من بكري من اللي حنين عينينا هنا حنا ولاد سطيف، وحنا لبنا بعين فوارق من نهار فزدوها كتشوف دوكها والله يبارك هم رجعوها يعني لبلاصتها والحمد لله يا رب العالمين. وحنا هنا في سطيف وشعب ولاد سطيف من بكري حنا نديروها يعني نقولوا عين فوارة ونقولوا حشربوا من الماء تاعها، ونقول لك لا راه حشربت من الماء تاعها يا اخي، يقولوا عاود روح تعاود وجهي، وهذه هي.